الآن المشهد معقد. السيد الصدر عدل عن المشاركة في الانتخابات بعد أن وصل إلى قناعة تامة ومطلقة أنه لن يستطيع المضي بتشكيل حكومة. نتحدث عن 6 أشهر من تاريخ الانتخابات، أكثر من 6 أشهر من تاريخ الانتخابات إلى الآن، الإطار التنسيقي والتحالف الثلاثي فشل في تشكيل حكومة، وكذلك الإطار التنسيقي والكتل والأحزاب المنضوية تحته فشلت في تشكيل حكومة. إذن ماكو غير سيناريو أو 2، يعني أكثر من سيناريو. سيناريو هو الذهاب إلى سيناريو خطير، ده أتحدث سيناريو الذهاب إلى حكومة طوارئ. بالدستور ما عندنا حكومة طوارئ، لكن قد يذهب السيد الصدر بتشكيل حكومة طوارئ والذهاب إلى حل مجلس النواب أو تعطيل مجلس النواب. شكل هذه الحكومة، شكل حكومة الطوارئ هذه، تمارس الأحكام العرفية وتحاول أن تقيد بعض الرأي وتحاول أن تكبت على بعض الأحزاب السياسية الأخرى. والسيناريو والسيناريو آخر أيضا هو مضي الإطار التنسيقي بتشكيل حكومة، أي بمعنى أن الحكومة التي ستنتج من الإطار التنسيقي قد تهدد بالفشل خلال أشهر، خلال شهر شهرين. ليش؟ لأنه السيد الصدر يملك ورقة الشارع.